عملتي في كتابات متنوعة، يعني ما بين الإثارة، ما بين التشويق، ما بين الرعب، ما بين كذا حاجة، الجزء نفسي، يعني كان في كذا نوع من وفي أنواع حدث الكتابات، وتنوع من أنواع والأماكن. الكتابات. بالظبط كده، والأماكن كمان، يعني مثلا في كفر الشيخة سلمى. الشيخة سلمى دي حد يعني المفروض الناس بيعتبروها شخصية صوفية أو والية من الأولياء، كان هيغتصبها جنود من الرومان، ونزلت ليها معجزة من السماء، الناس بيعتقدوا كده. يعني انت متخيلة ان في مقام بيتم فيه موالد وذكر، وفي خدام عشان الناس بس لمجرد ان هي تحمل فتخش المقابر بالليل، وهذه الموروثات يعني، او مثلا انا في حد اذيني فاعمل له حاجه معينه وارميها في المقابر دي، وفي القصه بتدور حوالين كده. طبعا في ناس كتير مصدقه في الحاجات دي للاسف. بالتاكيد طبعا. وفي ناس بيصطحبوا معاهم اطفال. المكان ده بالفعل انا شفته. يعني كفر الشيخه سلمى ده بالفعل انا شفته. شفت انت بتحبي الحاجات الرعب بشكلك؟ بتحبي افلام لا خالص حقيقي، بتتفرجي على افلام رعب كتير؟ لا 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 والله انا بخاف جدا. لانك معظم اللي بيتفرجوا على افلام رعب بيخافوا. انا بخاف جدا ما اقدرش، لكن هي احداث واقعيه، في ناس اتاذت منها. طبعا. والوهم نفسه ممكن يخلي انسان عايش، انا اتعمل لي حاجه فانا هعيش بالوسواس ده. أيوه. او بالوهم ده. ايه نوع انواع القراءات او ايه اللي كنت بتحبي تقريه، فبالتالي كون عندك المخزون الثقافي ده، او كون عندك الشكل اللي انت بتكتبيه دلوقتي؟ انا بحب اقرا كل حاجه. بحب اقرا في التاريخ، بحب اقرا طبعا في علم النفس، ابو علم النفس طبعا سيجموند فرويد ولاكان. بحب اقرا جدا. انا بحب الكتب النفسيه قوي جدا. انا كمان. انت حتى كمان من الكتب النفسيه، انا يعني ككاتبه بقدر استخدمها في شغلي طبعا. اقدر اعمل فايل للشخصيه بوصفي ناقده ايضا، لان انا بحس الدكتوراه في جامعه عين شمس. فشغلي في السرد، فده بيخليني اقرا اكتر في علم النفس والشخصيات، في سمات فسيولوجيه وفي سمات نفسيه. يعني ممكن واحد يكتب الشكل في الرواية أو في القصة، ممكن حد تاني يكتب النفسي، فتتأثري أنت كقارئة بالتأثر النفسي للشخصية. أيوه. وده بيبقى أعمق وبيبقى أقوى وبيبقى محتاج بحث كتير. فالقراءات طبعا في كل حاجة، سواء التاريخ أو الطبيعة أو علم النفس، عشان أقدر أكتب عن الشخصيات، أو حتى كمان التفسير الخاصة بالقرآن، لأن ده بيقوي اللغة طبعًا. ممكن تستلهمي منه قصص بقى. طبعا طبعا.